أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة معي أنا محمود الشيخ. في الأونة الأخيرة ملأ هذا اللاعب الدنيا وشغل الناس ليس في بريطانيا أو العالم العربي فحسب بل في أربع جهات الأرض. نتحدث هنا عن لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. رأى كثيرون في مو صلاح ملهما وقدوة لأجيال الشباب بفضل مجهوده وإصراره على وضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في العالم كما يعتقدون. وكلما ذكر النجم المصري يدور الحديث عن أخلاقه الطيبة وتواضعه وبساطته التي لما تتغير بتغير واقعه، وهذا عامل آخر يركز عليه البعض، فيما عزى آخرون هذا الإعجاب بصلاح إلى بداياته الصعبة في مطاردة حلمه، وليس أقلها سفره الدائم من بلدته في بسيون بمحافظة الغربية إلى القاهرة والتي كانت تتطلب منه تبديل وسيلة النقل 5 مرات أحيانا، ناهيك عن رفضه من قبل أهم ناديين في مصر الأهلي والزمالك. نسألكم برأيكم، لماذا حظي صلاح بهذا الاهتمام الكبير عربيا ودوليا؟ لماذا لم يحظى آخرون بنفس الاهتمام؟ هل للشخصية دور في ذلك؟ ما مدى اتفاقكم مع مقولة إن صلاح رفع من مستوى طموح الشباب العربي؟ وما توقعاتكم من صلاح في المستقبل؟ هل ترونه ظاهرة فريدة قد لا تتكرر؟ ولماذا؟ وسائل الاتصال هي كالمعتاد هاتفيا على الرقم 0044-2031-620022. كذلك يمكن أن تشاركوا عبر الحوارات المنشورة على صفحة حوارات عبر موقعنا bbcarabic.com أو على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وجوجل بلس. وهذه بعض المشاركات التي بدأت تتوالى تباعا ويرصدها زميلي حازم الخولي وهو معي في الاستوديو. مرحبا بك حازم، وكيف يبدو الحوار لديك؟ أهلا بك محمود. محمود، المشاركات في حوار اليوم ترصد بإعجاب ما حققه اللاعب المصري محمد صلاح في مشواره حتى الآن. الجميع يجمعون على أن صلاح بات رمزا وقدوة بعد أن استطاع كلاعب محترف شق طريقه بجد واجتهاد، ومن خلال سلوكه الذي أعطى صورة إيجابية عن العرب والمسلمين هنا وفي بريطانيا، هذا الأمر رشحه كما يقول البعض إلى أن يكون ملكا متوجا في قلوب عشاق كرة القدم، سموه ملك مصر حتى. صحيح صحيح، في شتى أنحاء العالم. جانب آخر في الحوار تحدث عن توقعاته لصلاح خلال الفترة المقبلة، سنتعرف على كل هذا بالتفصيل لاحقا في البرنامج. جميل، شكرا لك حازم. دعنا نأخذ اتصالات بداية لنتعرف عن آراء مشاركين في محمد صلاح. رامي رضا، مرحبا بك يا رامي. أهلا وسهلا بحضرتك. تحدثنا من كوريا. دعني أسألك رامي، ما الذي يجعل صلاح يعني برأيك نجما يستحق مثل هذه الإضاءة عليه إعلاميا؟ والله يا فندم، محمد صلاح نجم تحدى الظروف، عنده إصرار، عنده عزيمة، صدق حلمه فبالتالي وصل. كتير من اللعيبة المحترفين شفناهم في الملاعب من فترة معينة وبعد كده بيختفوا عن الأضواء، لكن محمد صلاح اللي خلى الأضواء تزيد عليه إصراره وإجهاده ومهارته، فمصر أنه هو يجتهد فبيسهر أكتر، وكل ما بيوصل لليفل معين بيقدم المزيد ليوصل للأبعد منه. لكن هذا يعني ربما ينطلق على آخرين أيضا يا رامي، يعني ربما كثير من اللاعبين يعني اجتهدوا ويحاولون الوصول إلى أماكن متقدمة في مشوارهم الرياضي. ما الذي يجعل محمد صلاح مختلفا؟ محمد صلاح مختلف لأنه عنده إصرار أنه بيوصل للأبعد من اللي وصله. في لعيبة بتوصل لمستوى معين وبتوقف عنده، ما عندهش جديد أو ما عندهش اللي أكتر من كده يقدم طاقة أكتر من كده أنه ممكن يقدمها، لكن احنا بنشوف في صلاح أنه كل ما بيوصل لمستوى معين بيحاول يوصل للأبعد منه، فبيشتعب يعني أكتر، مفدك حلمه. التجدد، التجدد فعلا، والإصرار والعزيمة ده حاجة احنا بنشوفها فيه يعني. نعم، شكرا لك يا رامي. وقد حدثنا من كوريا الجنوبية ممدوح من مصر. مرحبا بك يا ممدوح. أهلا بك ممدوح. ما الذي يجعلك ترى في صلاح نجما يستحق كل هذه الهالة الإعلامية حوله؟ طبعا صلاح يستحق فعلا هذا، طبعا أرى أنا ذلك يعني نتيجة مجهوده وإصراره ونتيجة أخلاقه، لأن هي كل المعايير ديت هي اللي وصلته لما هو فيه، وفي نفس الوقت هو لقى حوالين منه ما يدفعه لهذا، لقى التأييد والإصرار من حواليه، لقى
الاعداد الصح اللي طبعا مش موجود هنا، جنب اللي هو يعني عنده عزيمه في اللي هو عايز يوصل لحاجه. نعم. وتجمعت كل هذه برغم ما كان يعاني. طبعا طبعا مقدرش نتكلم. شكرا لك يا ممدوح. نعم شكرا لك ممدوح من مصر. الصوت لم يكن يعني بالوضوح الكافي لكن يعني وصلت يعني الفكره بشكل كامل. دعونا نتعرف بدايه على محور حلقه اليوم. مو صلاح او محمد صلاح، ولد محمد صلاح النور في بسيون بمحافظة الغربية عام 1992، وبدأ مشواره الكروي في سن 14 مع نادي المقاولون العرب عام 2006 في القاهرة. في سن 19 لعب لأول مرة في صفوف المنتخب الوطني المصري، وبزغ نجمه ضمن مشاركة منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012، حيث تمكن من تسجيل أهداف 4 أهداف في المباريات الثلاث الأولى التي أهلت الفريق لربع النهائيات. كان هذا الإنجاز كفيلا بأن تلمحه عيون نادي بازل السويسري الذي تعاقد مع صلاح. في سويسرا وجد صلاح نفسه وحيدا، وزاد من وحدته أنه لم يكن يتحدث أيا من لغات البلد الرسمية، لا الفرنسية ولا الإيطالية ولا الألمانية. اشتد عوده الكروي وانضم في يناير كانون الثاني 2014 إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في لندن، وهنا أمضى عاما كاملا. وفي شباط فبراير 2015 انتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم بعدها بأربعة أشهر انتقل إلى نادي روما على سبيل الإعارة مجددا، ثم انضم إلى الفريق الأخير بشكل دائم. في صيف عام 2017 انتقل صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، ومع بداية موسم الدوري الممتاز البريمير ليج بدأ نجمه في الصعود، وبدأت عطاءاته من الأهداف تتوالى، ومؤخرا توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2017 بعد تسجيله 42 هدفا في موسمه الأول، وهذا رقم قياسي على مستوى النادي والدوري الإنجليزي الممتاز. خاض صلاح 57 مباراة مع منتخب بلاده أحرز فيها 33 هدفا، ويتطلع المصريون والعرب إلى متابعة إنجازاته في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا بعد أسابيع قليلة. محمد صلاح وبحسب تصريحات صحفية له قال إنه كان يصر إصرارا قويا على أن يصبح لاعب كرة ذا شأن. هذه هي مسيرته باختصار. طبعا فريق نقطة حوار أمضى يوما كاملا في مدينة ليفربول الإنجليزية، حيث تطلع آراء بعض سكانها من مختلف الجنسيات والأعراق. نبدأ مع هذه العينة لأفراد من الجالية العربية. سألنا أول مجموعة ما رأيكم بمحمد صلاح بعد هذه الإنجازات مع نادي المدينة، لنتابع. محمد صلاح رفع رؤوسنا في ليفربول. محمد صلاح هو يعتبر الكنز الثمين الذي لا يمكن أي أحد عمله من قبل مثل ما عمل محمد صلاح، ونحن بدورنا نفتخر بمحمد صلاح ونفتخر بأدائه ولعبه وأهدافه. صراحة أصبح محمد صلاح بالنسبة لنا يعني في الغربة هنا شيئا لا يوصف. صاروا ينظروا له نظرة محبة، نظرة حب، نظرة احترام، نظرة أخلاق. ومحمد صلاح غير كثير بالموازين بين العرب والإنجليز، وغير بالموازين بين كمان الطائفية مثل الإسلام، يعني رفع المستوى. أولا عرفوا الإسلام وعرفوا العرب إنه مش بس اللي يطلع بالنشرة والنيوز إنه كلنا إرهابيين وحاجات كذا، بس حاجة حلوة محمد صلاح اللي سواها لليفربول للكوميونتي العربي والمسلمين. محمد صلاح صار بالنسبة للأطفال كرول موديل أو كمثل بالنسبة لهم، يعني حتى إلى درجة أنه عندما يهدف يسجد لله حمدا وشكر لله، فصارت الشباب تقلده بهذه الحركة اللي عملها. محمد صلاح صار يعني عبارة عن أيقونة بأخلاقه العالية بمهاراته. إحنا محتاجين واحد زي محمد صلاح يعني يمثل الإسلام ويمثل المسلمين ويمثل العرب، فهو عمل دعوة بدون دعوة بدون شك، فالشباب هنا هو بيحتاز بيه، وهو بيمثل يعني بدون شك يعني خير مثل أو خير سفير للدولة العربية أو العرب أو الإسلام أو المصريين بشكل عام. محمد صلاح ظاهرة غير عادية في التاريخ العربي وخاصة في الغرب، أنه أتى في وقت صعب على العرب والمسلمين في العيش في الغرب، وحقق بأخلاقه ومهارته نوع من التعايش بين الناس والشعور بالفخر والاعتزاز بين أوساط الجالية العربية والإسلامية. إذا هذه العينة كانت من ليفربول لأبناء الجالية العربية. ومعنا عبر الأقمار الصناعية من ليفربول الأستاذ أحمد سيف، مدير مركز الغزالي للثقافات المتعددة وأحد قيادات الجالية العربية في المدينة. مرحبا بك أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا اخ محمود. دعني ابدا بدايه، ما الذي جلبه صلاح لليفربول؟ ما الذي غيره واعطاه للجاليه العربيه بوجوده هناك؟ بدايه اخ محمود تحيه لك وللاخوه المشاهدين. اهلا بك. الحديث عن الاخ محمد والحقيقه الحديث عن ظاهره بحد ذاتها، فالاخ محمد صلاح قام بالكثير والكثير من اجل تعزيز الانتماء لدى ابناء الجاليه العربيه، والحقيقه ما قدمه خلال مسيرته الرياضيه القصيره نوعا ما مقارنه باقرانه وبما حققه من انجازات كبيره يعتبر الحقيقه رصيد كبير جدا في تعزيز الانتماء لابناء الجاليه العربيه في الغرب عموما. ايضا من الاثار الايجابيه التي تركها محمد صلاح تنقيه الاجواء من الجوانب السلبيه، قضيه التعايش بين العرب الجاليه العربيه هنا في ليفربول او في بريطانيا عموما، وايضا الجاليه الكبيره التي نعيش في اوساطها. يعني هل لك أيضا امثله استاذ احمد، يعني كيف يعني لمست هذا الشيء او لمستم هذا الشيء على مستوى المجتمع يعني المحيط فيكم؟ الحقيقه يعني المجتمع في ليفربول ليس له حديثا اليوم الا محمد صلاح واجواء محمد صلاح. نعم. ولعلكم تابعتم ايضا السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وقراتم وشاهدتم تلك المسيرات وتلك الاحتفالات والأغاني التي يهتز الشارع الليفربولي طربا بها، من تلك الأغاني التي وصلت اليوم إلى كل بيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلها تهتف بمحمد صلاح. محمد صلاح الحقيقة أدى إلى دمج الجالية العربية بالجالية البريطانية بشكل كبير، وقام بتقريب المسافات والعمل على تقطيع تلك الرواسب وتلك الظواهر التي كانت تعمل على فصل أبناء الجالية العربية عن الجالية البريطانية وهي الجالية الأم. أيضا محمد صلاح عمل على شحذ الهمم وتطوير الذات العربية. اليوم الشباب في ليفربول وفي عموم بريطانيا يحلمون أن يكونوا مثل محمد صلاح. كثير من الآباء، نحن لدينا في مركز الغزالي للثقافات المتعددة لدينا نادي رياضي يجتمع فيه أكثر من 200 شاب من الشباب العربي. عندما زرناهم بالأمس لم يكن لهم من حديث سوى الحديث عن محمد صلاح، حتى أن البعض قام بدفع أبنائه إلى الأندية الرياضية للمشاركة في، ليس فقط على المستوى كرة القدم وإنما على مستوى الرياضات المختلفة. لكن دعني يعني أخذ الحوار باتجاه آخر. محمد صلاح كلاعب مهم، كأسطورة كروية، كباهرة، سميه ما شئت، هو يبقى في إطار أنه في مكان يعني ربما بعيد عن الاندماج بالمجتمع أو أن يكون ضمن هذه الجالية. هل كان لكم اختلاط به، يعني تعرفتم عليه عن قرب وأثر بهذا التأثير، أم أن التأثير عن بعد هو الذي أحدث كل هذا الشيء، كل هذه ضجة في ليفربول؟ لأكن معك صريحا أخي محمود، يعني هذه التغييرات التي حدثت في الجالية العربية في الحقيقة نتيجة لما نسمعه من تحقيقات ولما نراه ونلمسه من تحقيقات على الصعيد الرياضي للأخ محمد صلاح. هذا عن بعد، فتصور أن لو أن الأخ محمد صلاح اختلط بالجالية يعني خصص من وقته ولو الشيء اليسير لأبناء الجالية العربية في مدينة ليفربول أو في عموم بريطانيا، كيف سيكون الأثر؟ لا شك أن الأثر سيتضاعف وسيتعاظم التأثير الذي يضعه محمد على عموم أبناء الجالية العربية. احتكاك الأخ محمد بالجالية العربية بسيط جدا وخفيف جدا، لماذا؟ هذا مفهوم بسبب مشاغله. نعم. لكن نحن نطمح من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج أن يتم هناك التواصل مع الأخ محمد صلاح وتخصيص ولو فترة يسيرة من وقته للجلوس إلى الشباب العربي، و
أخذ تطلعاتهم والعمل على الدفع بهذه التطلعات وهذه الآمال إلى مستوى أبعد مما هو عليه اليوم. نعم أستاذ أحمد، أرجو أن تبقى معي قليلا، نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود لإكمال الحوار. عمار، مرحبا يا عمار. عمار من اليمن، أهلا بك. من اليمن، نعم أهلا بك. عمار، تقول إن محمد صلاح مثال للشباب العربي الذي إن وجد فرصة سوف ينجح. هناك العديد من الشباب العربي والعديد من الفرص، وكثيرون سلكوا هذا المجال. ما الذي جعل محمد صلاح مختلفا برأيك؟ الحقيقة أن اللاعب محمد صلاح هو نموذج للشباب العربي المبدع في يعني المئات ربما الآلاف من محمد صلاح في الوطن العربي، لكن لا يجدون البيئة المناسبة للتألق. محمد صلاح ما جعله يتميز هو أعتقد الاحتراف في أوروبا، وهذا الذي جعله يبرد ويتألق. لكن لو ظل مثلا في مصر للأسف الشديد أو احترف في إحدى الدوريات العربية الذي يحقق هذا النجاح، وهذا للأسف الشديد. إذن يعني تعتقد أن فرصته كانت ستضيع لو بقي في بلاده؟ هل هذا يعني ان يعني المناخ الموجود في اوروبا يعني فيه شيء مختلف عن مناخات؟ ما الذي يجعله مختلفا؟ يعني هناك لاعبون برزوا ايضا في اوطانهم. نعم، لكن اللاعب العربي يحتاج الى البيئه المناسبه، الى التمارين الرياضيه، الى التشجيع، الى التحفيز. هذا مفقود في الوطن العربي. طيب، شكرا جزيلا لك يا عمار من اليمن. هذه مجموعة ثانية من أفراد الجالية العربية، سألناهم أيضا ماذا يمثل لكم صلاح. محمد صلاح بيمثل سفير للجالية العربية في ليفربول وفي إنجلترا وفي في في أوروبا، بأخلاقه بروحه العالية باحترامه للخصوم ولزملائه، فالجالية العربية أو العرب ككل أصبحت عندهم قيمة يمكن أحسن من اللي كانت قبل في إنجلترا. ويمثلنا كعرب ويمثلنا كمسلمين في هذه البلاد، لأنه بنجوميته وبتألقه يمثل كل عربي وكل مسلم. الكابتن محمد صلاح هو كابتن مجتهد وكابتن يعني له سمعة طيبة في هذه البلد، وسمعته الطيبة تنعكس علينا كمسلمين وكعرب خصوصا. ونحن دائما نتابع أخبار الكابتن محمد صلاح ونفتخر به ونشجعه دائما. محمد صلاح بالنسبة لحضرتي ولليفربول مثل ظاهرة مجيء البيتلز، ظاهرة معجزة على ناطق محلي بلدي وعالمي، وشيء ظاهرة عجيبة جدا. محمد صلاح، محمد صلاح، عنوان النجاح، عنوان النجاح، يعيش يعيش يعيش. من كده دعينا أخرى من أبناء الجالية العربية المقيمين هنا في بريطانيا. أعود مرة أخرى أستاذ أحمد سيف في ليفربول. يعني أيضا هناك ما يلفت الانتباه أن هناك عددا كبيرا جدا من اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي وحتى الدوريات الأوروبية، لكن لفت الاهتمام بأن محمد صلاح يعني تم التركيز على ديانته أو على طقوسه الدينية وممارسته، وبعضهم حتى أراد أن يتحول إلى الإسلام بسبب محمد صلاح. يعني كيف برز هذا الشيء على المجتمع في ليفربول؟ كيف تنظرون إليه كجالية أيضا؟ الحقيقة كما قلت سابقا، الجالية العربية والإسلامية عموما تنظر إلى الأخ محمد صلاح على أنه سفير، وسفير حقيقي للجالية من خلال سلوكه الحقيقة الذي يعني أبهرنا بسلوك يعني وخلق عظيم. محمد صلاح مثله مثل غيره من اللاعبين المسلمين، لا يصلي ويحافظ على صلاته ويحافظ على معنى انه اسهم في خفض منسوب الاسلاموفوبيا الموجود عند البعض في المناطق. لا شك كما قلت سابقا، والحقيقه محمد صلاح يعني اسهم مساهمه فعاله وكبيره جدا في كسر الهوة الكبيرة التي كانت تتعاظم يوما بعد يوم بين الجالية العربية والإسلامية وبين المجتمع الإنجليزي.
يعني كنا نشعر بأننا كان الشاب العربي يستحي أحيانا أن يظهر عن هويته العربية والثقافية. اليوم أنا أشعر أن محمد صلاح ساهم في أن تبرز هذه الهوية بشكل واضح وبشكل كبير. يعني أصبح الشاب العربي اليوم يخرج في الشارع ويقول أنا عربي، أنا أنتمي إلى البلد الذي ينتمي إليه، إلى الثقافة التي ينتمي إليها محمد صلاح. وهذا الحقيقة إنجاز كبير يقدمه محمد صلاح وغير محمد صلاح من الرياضيين الذين وصلوا إلى مثل هذه المستويات المتقدمة في ألعابهم المختلفة. أشكرك جزيل الشكر أحمد سيف من مدينة ليفربول، وطبعا وأنت مدير مركز الغزالي لدراسات الثقافات المتعددة وأحد قيادات الجالية العربية في المدينة. في ليفربول توقفت كاميرا نقطة حوار أيضا في أحد الشوارع لاستطلاع آراء السكان الناطقين بالإنجليزية، وكانت هذه العينة. محمد صلاح شخص محبوب للغاية ومستقيم ومتواضع. كل هذا كان عمل جذب للعديد من الناس. مهارته وموهبته جلبا الكثير من الانتباه إليه. ببساطة إنه لاعب ساحر. صلاح شخص فريد يحطم كل أرقام النادي السابقة، ما يفعله لكرة القدم في ليفربول وما يسديه من دعم للعلاقات بين قطاعات المجتمع المختلفة في المدينة أمر رائع. أداؤه متميز مع النادي، انظر إلى الطريقة التي يتناول بها الكرة، مهاراته الرائعة، هو إضافة عظيمة للفريق. I think right now Mohamed Salah probably is the best player in the world. صلاح هو أحسن لاعب في العالم اليوم. لا يمكن لأي دفاع أن يوقف هجماته. وباستطاعة ليفربول الفوز في كل مباراة بفضل صلاح. The political cultural effect he's had in Liverpool is just like that. كان لصلاح أثر سياسي كبير بفضل تواضعه وشخصيته الطيبة. الجميع يحبه ويقدره. أثر إيجابياً في نظرة سكان ليفربول للعرب والمسلمين عامة، ويحدث هذا في وقت نحن بحاجة لشخص مثله. جئت من مالطا لمشاهدة مباراة ليفربول وخصوصاً صلاح. إنه لاعب متميز، وما يزيده تميزاً تواضعه وانعدام الأنا لديه وأعماله الخيرية. هو لاعب عظيم. مو صلاح! العين الأخيرة كانت لمجموعة قدمت من مالطا خصيصا لتشجع محمد صلاح أو تشاهده في أثناء لعبه مع نادي ليفربول الإنجليزي. الآن معنا على الهاتف حمدي نوح المدرب السابق لنادي المقاولون العرب في الفترة التي كان فيها صلاح ضمن لاعبي الفريق. مرحبا بك كابتن حمدي. أهلاً وسهلاً. بالتأكيد مر عليك أن عدد كبير من لاعبي كرة القدم في المقاولون العرب، لكن ما الذي برأيك كان يميز صلاح في وقتها وأنت أشرفت عليه؟ صلاح الحمد لله رب العالمين ولد عنده أخلاق. الأخلاق، وكان دايماً يسمع ويقول حاضر. في سن التكوين بتاعه وعاش الاحتراف من الأساس. يصحى الصبح يتدرب تدريب فردي وآخر النهار يتدرب ويقول حاضر ونعم. الالتزام. أي لاعب نعم. الالتزام بالتعليمات إضافة إلى الأخلاق. ملتزم متدين متواضع لا يتعالى على الكرة. أنا بنصحه للأيام اللي جاية يهتم. أنا كلمته من 12 سنة وقلت له يا محمد لازم تستخدم اليمين عشان تبقى تفيدك. دلوقتي أنا بقول له يا محمد الراس لازم تلعب براسك كويس. يعني ترى أنه أتقن التسديد بالقدمين والآن يحتاج إلى استخدام رأسه، هذا ما تريد أن تقول؟ يستخدم رأسه عشان حتجيله فرص كتير. وهو لاعب موهوب وعنده ذكاء ما شاء الله عليه. نعم.
يعني كابتن حمدي، يعني بالتأكيد مر عليك لاعبون أيضا يعني ملتزمون وأيضا لاعبون يجيدون التسديد باليمنى وباليسرى وباستخدام الرأس إلى ما هنالك. محمد كلاعب يعني في بداياته، ما الذي جعله متميزا أكثر عن أقرانه في نفس المكان؟ حضرتك، هو محمد ربنا سبحانه وتعالى اداله السرعة القصوى. نعم، عنده سرعة ما شاء الله، السقف بتاع السرعة عنده عالي جدا. دي السرعة من عند الله، كده من عند الله ونعمة مديها لهذا الشخص، لأنه هو يستاهل هذه النعمة. جميل، لاعب جميل ولاعب إيجابي. يعني أرجو أن يكون الكابتن محمد يتابع الآن ليستعيد بعض من ذكرياته مع فريقه الأول. شكرا لك كابتن حمدي نوح، المدرب الأول لمحمد صلاح في نادي المقاولون العرب. أعود مرة أخرى إلى حازم لأتعرف منه على تفاصيل حوارنا الإلكتروني اليوم وكيف يرى المشاركون الحوار في محمد صلاح. مرحبا بك حازم. أهلا بك محمود. محمود، النظرة التي يبداها المشاركون في الحوار تجاه محمد صلاح هي نظرة إيجابية على جميع الأوجه، فهو في نظرهم اللاعب الذي نشأ في قرية صغيرة بعيدا عن القاهرة استطاع بمجهوده وإصراره أن يصل إلى ما وصل إليه الآن في مشواره القصير في عالم كرة القدم، لكنه مليء كما نعلم بكثير من الإنجازات الكبيرة. كل هذا أكسبه شعبية داخل مصر وخارجها وأهله لأن يكون واجهة مشرفة كلاعب عربي مسلم في الدوريات الأوروبية. باختصار كما وصفه البعض هو قصة نجاح ملهمة للجميع. هل من أمثلة ملموسة يعني قدمها المتابعون؟ بالفعل محمود، من على صفحتنا مثلا على فيسبوك يقول محمد عبد الفتاح: صلاح ظاهرة تستحق الدراسة، بالرغم من اليأس والإحباط والانهزام الذي يعيشه معظم الشباب، استطاع النجاح في ظل بيئة مناسبة أخرجت أفضل ما فيه. حسني رجب يقول: أسباب تعلق مئات الملايين بمحمد صلاح أنه قدم لهم نموذجا لإنجاز ونجاح حقيقي رغم المنافسة الشرسة. صلاح غير واقع الإحباط واليأس إلى التفاؤل والأمل. مشاركة مدر حماد تقول: الهداف محمد صلاح يمثل الوجه المشرق للشباب العربي لما حققه من نتائج متقدمة ومستوى متطور، وزرع البسمة في قلوب ووجوه الفتيان العرب والأجانب بالمستوى الرفيع الذي ظهر عليه. علي زناتي في مشاركة أخرى يقول: صلاح رمز للقوة الناعمة العربية ودورها البارز في المجتمعات الغربية، هو رسالة للمواطن العربي المتعطش للسلام والحب عجز عن إيصالها السياسيون والأثرياء. جواد أبو علاء يقول: محمد صلاح قدوة للشباب العربي المكافح في زمن التدهور الأخلاقي، هو خير سفير للعرب والمسلمين، فمن خلاله كشف الجوهر الحقيقي للإسلام وهو التسامح والسلام وحسن المعاملة. طيب وعلى تويتر كيف بدأ الحوار؟ هل كان يعني هناك بنفس الزخم نفس يعني الإعجاب بمحمد صلاح؟ هل أعطوا أمثلة؟ بالفعل محمود، نفس درجة الإعجاب والتقدير لموهبة صلاح موجودة على موقع تويتر وفي كثير من التغريدات من جميع الفئات. مثلا الباحث السياسي رامي الخليفة العلي في جامعة باريس يغرد ويقول: لست مهتما بكرة القدم وليس لدي وقت لأقضي ساعتين أتابع مباراة، لكن محمد صلاح رجل بأمة، فما فعله خلال سنة لم تكن لتفعله عشرات الندوات والمؤتمرات لتحسين صورة المسلمين بعد أن شوهها الإرهاب. فيصل البقمي يقول: محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم محترف، أبو مكة، قيمة إنسانية مشرفة يحمل رسالة الأخلاق والعمل المتقن في الإسلام والسلام على الأراضي الإنجليزية. المحامي والحقوقي جمال عيد يغرد باللهجة العامية المصرية يقول: محمد صلاح هيرجعني مدمن كرة بعد 24 سنة مشجع معتدل، ماشي يا صلاح. جميل. طيب يعني هل من توقعات لمستقبل محمد صلاح؟ إلى أين يرى المتابعون أنه ماض في هذه المسيرة؟ بالفعل محمود، هناك من تحدث عن مسألة مستقبل محمد صلاح في الفترة المقبلة. من هؤلاء مثلا الكاتب السعودي خالد بن ملافخ تحدث عن هذه النقطة وغرد قائلا: محمد صلاح نجم مصر وأوروبا، سيشارك حتى آخر مباراة في أقوى مسابقات العالم، بينما اتحادنا
في إشارة للاتحاد السعودي لكرة القدم يخشى أن يشارك نجومه في أبطال آسيا. حدثوني عن صنع رجال للمستقبل بعقلية ضعيفة لا تملك فكرا ولا تطويرا ولا يعلمون أن مثل هذه المشاركات ترفع من أداء اللاعبين. أخيرا تغريدة محمد سالم على صفحتنا على تويتر تقول: اللاعب محمد صلاح أثبت أنه لا مكان في العالم لغير المتميزين وأن التميز يمكن أن يوصل الشخص إلى ما يمكن تصوره. شكرا لك حازم، وقد يعني وضعتنا في جو ما يدور، وهذه عينة بسيطة جدا يعني في الواقع هناك عشرات آلاف التغريدات والمشاركات كلها تتحدث عن محمد صلاح يعني في آخر مباراة على الأقل. شكرا لك حازم. نعود إلى المشاركات الهاتفية، معي رفعت عبد الله من مصر. مرحبا بك يا رفعت. أهلا بك. أهلا بك رفعت. تقول: آمن بنفسه فحقق ذاته، هل هذا كاف لأن يصل الإنسان برأيك إلى المرحلة التي وصل فيها الآن محمد صلاح، أو على الأقل هذه الضجة الكثيرة الكبيرة المثارة حوله؟ محمد صلاح ناجح، مش ناجح في المهنية حرفية الكورة بس، لا خلاعه ده بس تخلقه في سبحته. زي ما مصر هبت النيل أصبح محمد صلاح هبت مصر للعالم العربي والعالم الإسلامي. يجب على كل الدول العربية أن ترفع من شأن هذا اللاعب المميز الخلوق الدسم حتى يكون قدوة لكل الشباب، حتى يغير نظرة العالم الغربي للإسلام. محمد صلاح يستطيع بشخص يجاهد ضد التطرف والإرهاب اللي موجود وبيتصف بالعالم الإسلامي حاليا. طيب رفعت، باعتبارك يعني مصري، ما الذي جعل محمد صلاح يتميز عن بقية نجوم مصر الآخرين؟ وهناك أسماء كبيرة جدا في تاريخ كرة القدم المصري وهي أسماء مشرفة وأيضا كان لها مواقف وتميزت بأخلاقها، ما الذي جعل صلاح مختلفا؟ هل فقط وجوده في بريطانيا وفي أوروبا؟ التزامه قدام الناس وحب الناس ليه، يعني هو إنسان آمن بنفسه زي ما أنا بقول، فحقق ذاته، عنده العوامل اللي أدت إلى إن هو يحقق ذاته. الالتزام، يعني أنت لو تلاحظ مثلا في المباريات لما بيحصل مثلا أي فاول أو خطأ عليه، ما لا يتناقش مع اللاعب اللي هو أطربه، أو مجرد إن هو يقول بيبتسم له، الابتسامة دي يعني سحر بتخلي الإنسان اللي قدامه بيقدروا على الاحترام ويعتذر عندما يسجل هدفا، يعتذر من الخصم. أكيد أكيد، يعني مثلا اللي حصل في الماتش بتاع روما وليفربول العالم كله بيتكلم عليه النهاردة، يعني ميسي اللي هو مثلا بيعتبر أعظم لاعب بره في تاريخ الكرة، كل كان بيؤمن بمهاراته بس، إنما النهاردة الناس كلها بتتكلم على أخلاق محمد صلاح، على تواضع محمد صلاح، على السماحة الموجودة داخل محمد صلاح، على تأثير محمد صلاح على الأطفال. نعم. العرب والإنجليز والعالم كله أنت بتسمع على برامج تلفزيونية جميل. شكرا لك يا رفعت. نعم رفعت الصوت بدأ يتقطع معك، شكرا جزيلا لك. أسامة من مصر، مرحبا بك يا أسامة. أهلا بك. تقول إنه بطل قومي وقدوة لمن يريد التغلب على العراقيل، لكن دعني أسألك يعني كتصور، يعني ألا تعتقد أن هذه الهالة أو الضجة الإعلامية الكبيرة ربما تؤذي صلاح يعني بشكل أو بآخر، يعني عندما مثلا يرتكب هفوة معينة، خطأ معين لاحقا، في حال هذا السيناريو الافتراضي؟ لا، صلاح مش حالة، صلاح نجح في كثير ما نجحش فيه، يعني على مستوى المنتخب بدون صلاح ما كانش مصر ممكن توصل كاس عالم. على مستوى يعني في الانديه اللي هو لعب لها، على فكره لما كان بيلعب في بازل ما هو برضه حقق افضل لاعب، وما كانش فيه هاله عليه بس عشان في سويسرا ونادي بازل مش مشهور قوي زي ليفربول، لكن هو صلاح موهوب وراجل طبعا في كانت عراقيل كتير قدامه وده اترفض من نادي الزمالك، يعني هو يعني كونه تجاوز العراقيل وبعدين هي النقطة الأساسية، تجاوزه العراقيل. ايوه. طيب بالنسبة لما سألتك عنه يعني بالتفصيل، ما كنت أقوله بأنه الآن هناك إضاءة إعلامية عليه، صلاح في الصورة في الصدارة، ربما لا تخلو صحيفة يوميا من الحديث عن محمد صلاح أو محطة إعلامية إلى ما هنالك، هذا ألا يشكل
بشكل أو بآخر خطرا عليه لاحقا. تعرف هناك صحافة تابلويد التي تتصيد الأخطاء، وكل إنسان يمكن معرض يعني للأخطاء. هل ترى أن صلاح في خطر من كل هذه الإحاطة الإعلامية والهالة؟ ده بيتوقف على ثقافة اللاعب وعلى يعني فكره، وعلى يعني أنا ما أتوقعش أن صلاح هينجرف للحقيقة للسكة دي، لكن هو متواضع. وطبعا مش معنى أن كل الصحافة والإعلام والضغط ده اللي مصارع حوله دلوقتي، أن هو لا، هو العجيب من صلاح أن هو مش مشغول إلا بالكرة وبأدائه وبيطوره من يعني بيتطور من مرحلة لمرحلة في اللعب، والتصور اللي هو فيه ده هو السبب. ينأى بنفسه عن أي مشكلة، يبتعد عن مشكلة. أكيد، لكن في لعيبة فعلا، في لعيبة فعلا مصريين احترفوا في الدوري الإنجليزي وفي دوريات في أوروبا، يعني في اللي فشل وفي اللي رجع وفي فعلا انجرف وراء الشهرة. نفس بتبقى تجربته كانت بتبقى بسيطة وعمرهم قصير في الملاعب، طبعا احنا عارفين كده، لكن صلاح تجربة مختلفة وهو متواضع، راجل جاي دلتا وشاب لسه وطبعا سنه صغير، لكن هو الحقيقه يعني انا يعني ما كنتش بتفرج على الكوره كتير الاول، يعني الدوري يعني المحلي اللي عندنا، واعادك الى كره القدم لما كنت ماتش ليفربول، وكثيرون يعني فعل بهم محمد صلاح كده. شكرا لك يا اسامه، اشكرك. المحطة الأخيرة من جولات كاميرا البرنامج التي دارت كثيرا كانت في القاهرة. سألنا ماذا يمثل اللاعب المصري محمد صلاح بالنسبة لك؟ محمد صلاح بيمثل لي مصر قدام، من مستقبل مصر، هو فخر العرب فعلا وفخر المصريين. وقدر اهو احنا طلعنا الأجانب، ان هو عندنا لعيبة عالميين وعندنا لعيبة ان هم يقدروا ينافسوا لعيبة عالميين زي كريستيانو رونالدو. ان شاء الله محمد صلاح السنة الجاية ان شاء الله افضل لاعب في العالم. هو قدوة لمعظم الشباب، تمام، حد سعى ورا حلمه وحققه بشكل كويس جدا، وما قدرش على مدى العقوبات اللي هو قابلها في حياته ان هو يقف قصادها، فلا بالعكس هو عدى حاجات كتير جدا ووصل للهدف. يمكن معظم الشباب المصريين كلهم بل شباب العالم بقوا واخدينه قدوة دلوقتي في كل حاجة هو بيعملها. يعني انا من الجزائر، واحنا نحبوا محمد صلاح، نتابعوا اللعب بتاعه، انسان مثقف طيب خلوق ولاعب من الكبار. محمد صلاح يعتبر كل حاجه في مصر، يعني لعيب عدى كل حاجه، بقى زيه زي كريستيانو وميسي، بقى كل حاجه في مصر. يمثل لي والله اللي هو حاجه يعني فخر بلده، ورجع الشعب تاني يتبسط. كانت هذه العينه من شوارع القاهره، ونعود الى تلقي المكالمات الهاتفيه، ومعي من ليبيا علي زناتي. مرحبا بك يا علي. مرحبا بك اخي، السلام عليكم. اهلا بك. هي قناه بي بي سي برنامج حوار، ونهني اللاعب الدولي العالمي محمد صلاح اللاعب المصري الذي كان فخرا لنا جميعا للامه العربيه والمسلمين لما حققه هذا اللاعب من ايقونه كانت للعالم العربي. لقد كان محمد صلاح رمزا قويا للقوة الناعمه في اوروبا، حيث أوصل رسالة كبيرة إلى أوروبا في هذا الوقت بالذات. نحن محتاجين إلى هذه الرسائل، لأننا في هذا الوقت بالذات أخي المواطن العربي بصفة عامة يعاني من أزمة كبيرة، وهي اتهامه من بعض الدول طيب الأوروبية علي بالإرهاب. دعني أستغل الوقت أيضا لأسألك أيضا، هل شخصية محمد صلاح هي التي ساعدت في ذلك، أم الظروف المحيطة هي التي هيئت هذا الأمر برأيك؟ برأيي أن شخصية محمد صلاح هي التي كانت سبب، لأن لو نرجع إلى بداية محمد صلاح منذ كان في مصر، فكان هذا اللاعب ليس لاعبا مواطن عادي، وربما قد يكون حتى فقير، لأنه كان ياخذ في خمس وسائل مواصلات، خمس باصات لكي يصل الى النادي يتزرب ويرجع بخمس باصات. لذلك فكانت شخصيته قويه، وهو الكفاح، اي ان مصدر هذا اللاعب كان بدايه كفاح وجد، وليس جاء من فراغ، شخصيه فارغه بالمال او باي نوع من انواع المغريات نتاع الحياه هذه. لذلك فقد ارى ان شخصيه اللاعب محمد صلاح شخصيه قويه، ولن يتاثر باي مغريات او اي اجندات تحاول الرمز بهذا المشاهير. شكرا لك يا علي. دعنا ناخذ عمر سرور، وهو مصري في بريطانيا. مرحبا بك يا عمر.
أهلا بحضرتك عمر. هل تعتقد أن محمد صلاح رفع من سوية أو مستوى طموح الشباب العربي بما وصل إليه؟ محمد صلاح دلوقتي يا فندم بيمثل البهجة أو الابتسامة أو السعادة للمصريين في كل حتة. يعني أنا عايش في إنجلترا هنا وبشوف إن في التيوب، في الترين ستيشن، في المواصلات العامة الناس كلها بتقعد تغني صبح بالليل أي وقت، بيغنوا باسمه، وده يعني عمرها ما كانت حاجة عندنا، ولا عندنا كان حتى كده عندنا لعيب أو أي حد مصري الناس بتقعد تهتف باسمه في كل حتة. حاجة يعني فخر، أنا عايز أقول لهم أنا مصري، يعني أنا فخور، أنا فخور بيه، بيخلينا كلنا فخورين بصراحة. هل تخشى على محمد صلاح من هذه الهالة الإعلامية؟ لا 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 خلاص، هو بيتعامل مع كل حاجة بتواضع شديد وما بيقيش العالم أكبر من حجمه. دايما لما بيسألوه مين الأحسن بنلاقي رونالدو بيقول أنا أحسن لعيب في العالم، ميسي متحفظ شويه لكن متواضع، عمره ما بيقول انا احسن لعيب، بيقول انا سيب الناس هي اللي سيب التقييم للناس مش ليا انا، وده قمه التواضع، ده اللي بيخلي الناس تحبه اكثر يوم عن يوم، وده بيزيد ثقه الناس. لكن الناس هذا لا يمنع العيب ان يكون يعني موضع رصد من قبل، تعرف يعني انت في بريطانيا تعيش هنا وتعرف ان هناك عدد كبير جدا من الصحف التي تتصيد يعني مثل الهفوات حتى. بس هو مش بيلتفت لكل ده، هو بيتعامل مع كل ده ان هو ده انا دلوقتي بقى عايز انشر اسم بلدي لاعلى لاحسن، هو ما بيتعاملش مع ده ان انا بتشهر اكتر، هو بيركز ان هو انا عايز انجح في المجال بتاعي، مش بيركز في اي حاجه ثانيه، وده اللي مخليه ناجح، ماشي في طريقه وعارف عايز ايه وهيوصل ليه ان شاء الله، وان شاء الله محمد صلاح السنه دي البالون دور. شكرا لك يا عمر، وانت مصري مقيم في بريطانيا، ومعنا عبر الاقمار الصناعيه من القاهره الكابتن نادر السيد وهو حارس مرمى منتخب مصر الاسباق. مرحبا بك كابتن نادر. اهلا بك، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك ولكل المشاهدين. اهلا بك. يعني من وجهه نظر كرويه وبعيدا عن كون محمد صلاح ابن بلدك، كلاعب كره قدم محترف، كيف ما الذي يجعل محمد صلاح متميزا عن بقيه لاعبي كره القدم؟ اولا محمد صلاح دايما اي لاعب بيكون عنده صفات شخصيه وصفات فنيه وصفات بدنيه. اللي بيفرق ما بين لاعب ولاعب، في لاعبين كتير جدا ممكن يكون بدنيا وفنيا عندهم قدرات كبيره جدا، انما الصفات الشخصيه هي اللي بتفرق كتير جدا بالنسبه للاعب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، تميز محمد صلاح ان هو ما كانش خروجه من مصر ما كانش متميز وهو كان موجود في مصر، مش ده بيقلل من شانه، انما هو كان لاعب في المقاولين العرب. دايما اللاعب اللي بيلعب في الاهلي والزمالك ويخرج بره الاهلي والزمالك بيحتاج وقت شويه على بال ما يتعود ان هو ما يكونش عنده نفس النجوميه اللي حققها في الاهلي او الزمالك، زي ما شفنا الفارق ما بين مثلا محمد صلاح ورمضان صبحي. رمضان صبحي عنده نجوميه كبيره جدا لما قبل ما يروح ستوك سيتي، انما فرق كتير جدا مع محمد صلاح ان هو اثبت ذاته واثبت نفسه خارج مصر، وبعد كده رجع مصر بالتالق الكبير جدا والتالق العالمي اللي احنا شفناه. انما اميز ما في محمد صلاح هو صفاته الشخصيه، وهو ده الدرس الحقيقي، لان البعض بيبص لمحمد صلاح كنجم كبير، ممكن يكون بيبص لقدراته الفنيه، ممكن يكون حتى البعض بيبص للمقابل المادي. في كتير من الناس بيعتقد ان هو لو اهتم بابنه هيبقى عنده مشروع لاعب، وبالتالي يبقى عنده مشروع استثماري كبير. محمد صلاح زي اي لاعب زي غيري ما كانش ابدا الهدف المادي هو بالنسبه له هو الهدف الاساسي يعني. فمحمد صلاح تفضل. هل تعتقد ان الظرف الذي وضع فيه محمد صلاح الان بوجوده في بريطانيا في ليفربول او كان مواتيا لاظهاره بهذه الصوره ايضا، بحيث لم يظهر لاعبون اخرون يعني كانوا بنفس المكان او في نفس الموقع في نفس الدوري ولم يحظوا بنفس الاهتمام الذي حظي به صلاح؟ الحقيقة أنا ما بحبش الحكم بالمقارنة ما بين صلاح وما بين لاعبين تانيين، لأن كل لاعب وله ظروفه بغض النظر عن إيه هي الظروف اللي كانت محيطة بيه، إنما دايما أنا بحكم على التجربة كتجربة. محمد صلاح يمكن أقدر أقول إن النجوميه بتاعته هو اللي قدر يعملها وقدر يصنعها ولم تعطى ليه، لان في بعض اللاعبين ممكن تديهم فرصه، ممكن ان انت مدرب يسنده، ممكن ان نادي يسنده، ممكن يعني ان هو
النجومية تعطى لي، إنما محمد صلاح قدر إن هو ياخد هو النجومية أو يستحوذ على النجومية بثباته. والنقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها إن محمد صلاح الدرس الحقيقي هو الدرس في الصفات الشخصية وفي العزيمة والإصرار، لأن لاعب يخرج من المقاولين العرب ما كانش عنده نجومية كتيرة كبيرة وما كانش معروف، يبتدي نجوميته في بازل وبعد كده يصعد صعود كبير جدا إن من بازل على تشيلسي. أي لاعب في مكان محمد صلاح لو هو إنسان مش متوازن كان ممكن يجيله إحباط، وإحباط شديد جدا لما يروح من بازل ويروح على تشيلسي. أنا مش بعد الأندية قد ما بقول إن الناس لازم تشوف الدرس أو الرسالة الحقيقية في مشوار محمد صلاح، ولا هي رسالة تألق ولا هي رسالة فنية ولا رسالة إن هو هداف ولا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ولا إن هو ممكن يكون مرشح إن يكون من أفضل لاعبي العالم، إنما بتكلم على العزيمة والإصرار. هو ده الدرس الحقيقي إن الشباب العربي لازم ياخده رغم الظروف الصعبة اللي بيعيشها الشباب العربي في بعض الأوقات وبعض المشاكل الإدارية، لأن ممكن يكون في زي محمد صلاح في الوطن العربي آلاف مؤلف، إنما لو في حسن إدارة بالنسبة للمواهب وبالنسبة للاعبين وتطويرهم أكيد هيكون في لاعبين كتير. أرجع لمحمد صلاح وأقول حضرتك وأقول لكل المشاهدين أن محمد صلاح أدى درس حقيقي في الصفات الشخصية والعزيمة والإصرار، لأن زي ما كنت بقول لما يلعب في تشيلسي بعد كده يروح فورنتينا نادي صغير في الدوري الإيطالي وبعد كده منه إلى روما نادي كبير وليس كبير قوي في الدوري الإيطالي، مش بكلم على الإنتر مش بكلم على الميلان مش بكلم على اليوفي، وقدر أن هو ينجح وبعد كده يروح من روما على ليفربول والانطلاقه الحقيقيه تكون من ليفربول، فده درس كبير جدا لكل الشباب العربي ان هو لازم يستفيد محمد صلاح. هو ده الدرس الحقيقي لاي واحد في اي مجال لازم يعرف ان هو لو عايز ينجح هينجح بغض النظر عن الاخفاقات او العقبات اللي ممكن تقابله. وقبول واقعي يعني دون الاعتراض على كونه لاعب في نادي اقل من غيره او ربما في دوري غير معروف. طيب انت كحارس مرمى يعني اود ان اعرف تصور حارس المرمى وهو يواجه محمد صلاح يعني في الملعب، كيف ستبدو الصورة لمن يعني يريد أن يتخيل؟ من أميز ما في محمد صلاح أن هو دايما صفات اللاعب الشخصية بتأثر على صفاته داخل الملعب، حتى لو فردا بتلاقي لاعب غير ملتزم خارج الملعب وتلاقي فيه كتير من اللاعبين اللي هم أصحاب الموهبة الكبيرة جدا تلاقيهم غير ملتزمين خارج الملعب. أنا بكلم مثلا على روبينيو، بكلم على رونالدينيو، بكلم على كتير من اللاعبين اللي هم خاصة البرازيليين بيبقى ما عندهمش التزام قوي خارج الملعب، حتى في داخل الملعب ما عندهمش التزام قوي، ما بيتحرروا من الالتزام، ما عندهمش التزام تكتيكي، بيعتمد اكتر على صفاته الفنيه او مهارته. يعني محمد صلاح عشان شخصيته واضحه ومتصالح مع نفسه حتى داخل الملعب بتبان جدا في قراراته داخل الملعب. محمد صلاح ما عندوش تردد في قرار، يعني لو شفت كتير من الاهداف اللي بيحطها محمد صلاح هتلاقي القرار واضح وصريح. لو هو هيحط الكوره مثلا على شمال الحارس بيحطها على شمال الحارس واضحه وصريحه، يعني قراره ما فيهوش تردد. ده بيدل على انا دايما بحلل الصفات الشخصيه من خلال ما تقول انا لست حارس مرمى، لكن من خلال ما تقول عندما يريد ان يضع الكره في اليمين او في اليسار او في الزاويه ويعرف القرار، هذا يجعل المهمه اسهل على حارس المرمى، لكن مع ذلك تجد حراس المرمى يواجهون صعوبه في تفادي تسديده. هي بيبقى فيها الجدية وبيبقى فيها لما بيجي يحط الكرة ناحية شمال أو على شمال الحارس أو على يمين الحارس بيكون فيها تركيز 100%، فدي بتبقى فيها صعوبه بالنسبه لحارس مرمى. ممكن حارس مرمى في بعض الاوقات يلعب على التوقع، مش يعني مش مدي 100% ان القرار هيبقى واضح لمحمد صلاح. انا اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه اقول للمشاهدين ان محمد صلاح صفاته الشخصيه واضحه جدا داخل الملعب في قراراته في حتى في تمريراته لزمايله، يعني انا بكلم على ان هو عنده وضوح في الرؤيه. نعم، إذن لا 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 يتغير يعني داخل الملعب كما هو في خارج الملعب. طب أنا كنت سألت يعني متصلين سؤالا هو مجرد سيناريو، يعني الآن نجد هناك ضجة إعلامية حول محمد صلاح، هو يتصدر عناوين، هو يتصدر مقالات، هناك من يكتب أغاني ويتغزل به حتى. هل تخشى على محمد صلاح من هذه الدفعة ومن هذه الإحاطة بهذه الهالة الكبيرة إعلاميا؟
اولا لو محمد صلاح كان بيتاثر بالضجه الاعلاميه، اولا هو مش ضجه، هي مش ضجه اعلاميه، هي شيء يستحق بالنسبه لمحمد صلاح. يعني مهما اتكلموا الناس، ويمكن الناس بتتكلم على كتير مركزه على مهاره محمد صلاح، انما بتكلم في جانب اخر هو الصفات الشخصيه اللي كتير من الناس لازم يتعلموا ازاي ان هو، وفخور جدا بنشاته، فخور بمشواره، فخور ان هو كان بيسافر من بلده للقاهره اللي هي على بعد ساعتين، يعني بيسافر 4 ساعات يوميا ما بين بلده وما بين هناك، وما يأسي، وفي نفس الوقت كان عنده طموح، وكل ما بيوصل لمرحله من المراحل او نجاح ما بيكتفيش بيه، بل بالعكس بيبص للنجاح الثاني. فهو يستحق جدا مش التقدير الاعلامي، مش الضجه الاعلاميه. النقطه الثانيه، لو محمد صلاح بيتاثر، كان تاثر حتى في تصريحاته. محمد صلاح قدر ان هو اول مباراه مع ليفربول يسجل مع تشيلسي، ما طلعش بتصريحات ناريه وقال ان انا اتظلمت في تشيلسي، وقال ان انا اثبتت نفسي زي ما بعض اللاعبين اللي هم يعني عندهم يعني سطحيه في الفكر بتاعهم، ما قالش الكلام ده، بل بالعكس حتى ما بينش فرحته لما سجل مع تشيلسي زي ما شفنا مع روما. فانا بتكلم ان محمد صلاح يعني ربنا ان شاء الله يحفظه، انما انا متاكد محمد صلاح مش هيتاثر. محمد صلاح بيبص دلوقتي بعد ما بقى افضل لاعب في افريقيا، بعد كده افضل لاعب في الدوري الانجليزي، بيبص اكيد على ان هو افضل لاعب في العالم او مرشح بافضل لعيب العالم، وبيبص الاهم كمان لصالح الفريق، لان ما بيبصش للانجازات الفرديه، انجازاته الفرديه دايما بيحطها في مصلحه الفريق. شكرا جزيلا لك كابتن نادر السيد حارس منتخب مصر الأسبق، وقد حدثنا عن رؤيتك في محمد صلاح. وشكرا أيضا لكل مشاهدين الذين تابعونا اليوم، وحاولنا رصد يعني محمد صلاح بعدد كبير من الآراء والتعليقات. طبعا هناك نصف ساعة إضافية عبر الراديو لمن يود أن يشاركنا برأيه أيضا عن هذا اللاعب وبتوقعاته للمستقبل. دمتم في أمان، إلى اللقاء.